AI هي AI، تمام. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ده ديزاين بتاع سكرين 1، وهو عبارة عن اللوجو بتاع الابليكيشن بتاعي. حطيت هنا كلوك التايم انترفل بتاعها 3000 ملي سكند، وعملت كود في البلوكس بحيث انه ينقل على السكرين التانية من غير ما انا ادوس، just يظهر اللوجو. فالكود when time clock one when clock one dot timer لما time interval بتاعي يخلص، if it true لو فعلا ال time interval بتاعي خلص، هقفل السكرين دي وافتح السكرين التانية اللي هي chatbot. نرجع بقى للديزاينر ونروح للتشاتبوت. هي عبارة عن ديزاين عادي. هنا اللوجو بتاعي، السبيتش ريكوجنايز بتاعي، الستوب للسبيتش للتكست تو سبيتش، وهنا عندي الليبل بيكتب اللي هو استنتجه من اللي هو استنتجه او اللي هو استقبله من التكست بوكس. والبلوكس بتاعتها هي، طبعا انا قلت قبل كده ان انا عملت اقتباس، فانا عملت جلوبال variable في الاقتباس، وعملت list وكتبت فيها الاقتباسات كلها. وبعد كده قلت له initialize الجوبل selected اللي هو عمل الليست اللي عندي فوق. فبعد وعندنا هنا دلوقتي when chat bot got response، لما الشات بوت ياخد يستقبل اللي انا قلته له من ال text box، هيست الليبل اللي انا عاملاه باللي هو استنتجه. وهنا when notify two after choosing، أنا عملت notify one و notify two. notify one هو راح فين؟ دخلت notify الأول في ال when chatbot ده اسم السكرين بتاعي. back pressed، أنا قلت له خلاص اخرج بقى. when chatbot back pressed، فهيعمل ايه؟ هيكون notifier 2 choose dialog، هيبعتلي زي dialog انا اختار منها. المسج بتاعتها do you want to leave، انت عايز فعلا تمشي من عايز فعلا تمشي من البرنامج ولا؟ فهو انا عندي بقى button 1 text yes والbutton 2 text no. البutton 1 انا عايز امشي من البرنامج، فهو هيطلعني من البرنامج. والbutton 2 text no، لا انا مش عايز اطلع، خليني مثلا عملت back pressed بالغلط. والcancelable false عشان ما يطلعليش button تالت اسمه cancel. فقلت له هنا بقى when notify 2 after choosing if get choice الchoice بتاعي بيساوي yes close the screen، بعد كده close the application. عندي بقى notify 2، ونotify 2 ده بيشتغل لما يجي يبعتلي الاقتباس بتاعي، تمام. ف when clock 1 dot timer، انا اضفت المكون بتاع الكلوك في ايه، في الديزاين سكرين اهو.
ست جوجل كوت ليست بتاع الاقتباسات فوق. pick a random item list. pick a random item. بعد كده get ال random ال global item من ال random ال random item من ال global code list. بعد كده set بقى ال global select اللي هو ال variable اللي احنا عملناه عشان ياخد بقى ال variable الاقتباس اللي احنا اخترناه من ال variable اللي قبل كده او ال random item من ال variable اللي قبله, وست بقى ال code list بتاعه. بقى ساعتها بقى call notifier, بعد كله call notifier 1 notifier 2 ده بتاع ال back press. call notifier 2 show dialog choose تاني. المسج بتاعتها انا هسيبها فاضية. التايتل هخليها الجوبل سيلكت. بعد كده button 1 search و button 2 forget, والكنسليبل برضو فوص عشان ما يطلعليش البطن التالت cancel. نبدأ بقى هنا في شرح الكود بتاع الـ AI نفسه. when answer dot click, لما أدوس البطن بتاع answer اللي هو ده. call chatbot dot converse, الquestion بقى اللي هو هياخدها مني من text box 1 dot text, التكست اللي أنا حطيته في text box 1. تمام. when chatbot 1.getResponse هي ايه, هحطها في الليبل بتاعي من الResponse text. دلوقتي بقى انا حطيت شوية حاجات كده, يعني عندنا هنا السبيتش اجنايزر بتاعه, هنقول له بقى when speech recognize, when button 1 بتاعي dot click, call speech recognizer 1 لان انا عندي واحد بس, get text خد الكلام اللي انا قلته. تمام. دلوقتي انا حطيت button تاني لل text to speech. تمام. فلما when read dot click البطن اللي اسمها read dot click هيعمل ايه, call text to speech dot speak get message من الليبل بقى. ليه بقى؟ لان هو الليبل اللي هيطلع فيه ال responsive بتاع الشات بوت, فهو هيقرا لي ال responsive بتاع الشات بوت, فايه فهيخليها فخليه ياخدها من الليبل. وهنا when speech recognizer 1.after getting text, بعد ما خد التكست set text box 1 the text to get result, التكست بوكس هيحط فيه الكلام اللي انا قلته. فهو ايه الكلام اللي انا قلته؟ الريزلت بتاعه. تمام. انا بقى هنا عملت البطن ده عشان يوقف التكست تو سبيتش, فهقول له ايه when stop dot click, لما البطن once البطن اللي اسمه stop dot click هيعمل ايه, هيكول التكست تو سبيتش 1 دوت ستوب, هيقول له لا بس كده. وهذه بس البلوكس بتاعتي. دلوقتي هنعمل له هنعمل له كونكت, لان انا حاطه هنا الكلوك وايه ووقتها اطول شويه, فنعمل كونكت عشان انا مغيره الرقم الاساسي بتاع البرنامج.